ترى ألا يزال سورامارو غاضبا؟ أيها الصغير، ها؟ ألست أحد إخوة السحاب؟ من تكون؟ هل في إمكانك أن تدلني على مكان سجن كوكومونجو؟ طلبت إلي الحكومة الذهاب إليه، أريد أن أوصل شيئا ما إلى هناك. لكن أخي تينكا قال ألا عمل لدينا اليوم. ماذا؟ ألم يخبروه بقدوم اليوم؟ هل أوصلتني يا فتى؟ مستحيل، لن أفعل ذلك إلا بإذن تينكا. يقال عنكم إن العلاقة بينكم متينة جدا، أنتم حقا إخوة رائعون. أخي الكبير تينكا قوي جدا، فعندما أكبر أريد أن أصير مثله. هذا رائع، إذن هو الأكثر قوة. وقوة سورامارو عادية، ولكن الطعام الذي يعده لذيذا جدا. لكنه يكرهني الآن، وقد أحضرت له هدية، ولكنه صار يكرهني أكثر. حسنا، إذن عليك أن تسعد أخاك الأكبر، وذلك باصطحابك لي إلى سجن كوكومونجو. إن استطعت فعلها وحدك فستنال إعجابه. أنت مثل تشوتارو، قوي كما عهدتك. لا لا، مستحيل. وأنا أيضا كان لدي إخوة، ولكن تفرقنا عندما كنا صغارا، حتى إني لم أعد أتذكرهم. ربما أجدهم إن تقربت من الحكومة. إذا سارت الأمور على ما يرام فقد ألقاهم، وأنت قد تكون مفيدا لأخيك الكبير بمساعدتي. أكون مفيدا؟ نعم سأفعل ذلك، سأساعدك سيدي. حسنا، هيا لنذهب. حاضر. شوتارو، أهلا بعودتك. أنت يا هذا، ابتعد عن شوتارو حالا. ماذا؟ اذهب واستدعي شيراسو. ولكن كنا ذاهبين إلى كوغومونجو. افعل ما قلت. أخ سيء، لقد جعلته يبكي.